مساء الخير يا فندم. مساء الخير. انا عطيه عبد الرازق المحامي، حاضر مع بهجت بيه. ايه يا استاذ عطيه، انت لسه جاي دلوقتي بعد ما اترفعنا وقدمنا المستندات؟ لحظه يا بهجت بيه، ممكن يا فندم افهم ايه الموضوع؟ نعم في ايه؟ جوزي عندكم فوق وانا عايزه اشوفه. ما ينفعش، ممنوع. ما هو انا هشوفه، يعني هشوفه ان شاء الله. توصل لمدير الامن وزير الداخليه، اطلع قول لرئيسك مدام عيشه البحراوي عايزه تدخل تقابل جوزها. ما اقدرش يا فندم. طب اوعى انت كده بقى واطلع بره الموضوع. ايوه عايزين اخد. لا ما ينفعش يا عم. لا لا لا، يقرا ايه يعني لو دخلنا؟ داخل خش وانا هشوفه بس. ما ينفعش. قول له المدام عايزه تخش. بقول لها ممنوعه، مش عاجبها. ايوه مش عاجبني، لان ست محترمه زيي لما تبقى عايزه تخش المديريه يبقى اكيد عندها سبب قوي يخليها تيجي كده على ملا وشها في نص الليل. انا مش جايه اتفسح ولا جايه اقضي وقت ظريف في المديريه. ايه بس يا مدام، مغمورين. جوزي جوه مسكينه وانا عايزه اشوفه ومش عارفه مسكينه ليه، ولازم اعرف. لحظه اخلص الموضوع. مساء الخير يا باشا. جارت بتاعي انا الشيف شلبي، حضرتك بس اخدمنا ودخلنا، واوعدك ان انا هردها لك في اقرب فرصه. حضرتك في عشوه، عزومه، فرح، وبعدين انا ياما عملت شغل في نادي الشرطه، يعني كلكم حبايبي. جرى يا شلبي؟ يا شلبي انت هتتحايل عليه؟ بقول لك يا باشا انا حمايه جوه وانا مواطن ومن حقي ادخل اشوف. اخرس يا حيوان، مش ناقصك ومش عايز اسمع صوتك. ركز معانا يا باشا، مالكش دعوه بيه، اصل ده مش طبيعي يعني، حتى بص شكله. جرى يا شلبي؟ شفت يا باشا، اصل ده معاه شهاده وعامل معامله اطفال. جوزك اسمه ايه يا مدام؟ بهجت ابو الخير. هو جوه هنا يا مدام. جوه فين؟ في مباحث الاداب. اداب؟ ايه اداب؟ ده بهجت ابو الخير، ده راجل محترم، قبطان، ده باشا. انتوا اتجننتوا؟ ده انا والله هقلب الدنيا فوق دماغكم، والله لو وصل الموضوع لوزير الداخليه شخصيا. عملتها يا بهجت؟ ليه الرمرامه دي في السن ده؟ بهجت ما عملتش كده يا شلبي، اكيد هما اللي ملفقينها له. ده عيشه هانم، مش معقوله كده. ايه بس اللي جابه؟ في ايه يا استاذ عطيه؟ فهمني، بهجت مقبوض عليه ليه؟ وايه اللي جابه مباحث الاداب؟ هما كانوا واقفه اشوف شقه مفروشه ولا مع نسوان؟ ده القبطان بهجت ابو الخير، راجل رب اسره محترمه وابو بناتي. هما لازم يعرفوا بيتعاملوا مع مين بالظبط يا استاذ عطيه. ممكن تهدي وانا هفهمك الموضوع. لا تفهمني الموضوع اللي مش موضوع، انا عايزه اشوف جوزي، عايزه اشوف جوزي دلوقتي حالا. حاضر، بس اهدي، يخلص التحقيق وهخليكي تشوفيه. هما كمان بيحققوا معاه؟ ليه؟ كان عمل ايه؟ بهجت بيت قفش في شقه مشبوهه فيها سيدات سيادة السمعة. قلنا 100 مرة يا اخوانا، الراجل لما ما يكونش مرتاح في بيته هيبص بره ويلعب بديله. سامع يا فرح؟ انت بتقول ايه يا استاذ عطية؟ يا عيشة هانم، زي ما قلت لحضرتك، واضح يا جماعة ان الموضوع فيه سوء تفاهم. بهجت بيه لما راح الشقة دي ما كانش رايح عشان حاجة كده ولا كده، لا سمح الله، ده راجل محترم، انما كان رايح عشان عمل خير، عشان ربنا يكرمه. لكن لسوء حظه الشقة كانت مترقبة، لما الكبسة حصلت كان بهجت بيه في قلب الشقة. انت بتقول ايه؟ بهجت قفشوه في شقة مشبوهة مع ستات سيئات السمعة؟ اوعى من وشي يا استاذ عطية. بهجت في ايه يا بهجت؟ على الطلاق بيت تلاتة، احنا بنعمل خير وان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله. واصل الواد جوز بنتي لما يعني هنا البيت ظابط اهو، قدامه الاوراق كلها، هو عارف كل حاجه. اسالي هو، ما تسالنيش انا. في ايه يا بهجت؟ حصل ايه؟ حصل يا بهجت؟ في ايه؟ انت كويس؟ انا كويس كويس. ايه اللي حصل يا بهجت؟ انت من ساعه ما طلبت مني الجمبري بالكافيار وانا قلقان عليك. ما تقلقش يا بهجت، احنا كلنا معاك، مش هنسيبك، احنا هنعتصم هنا في المديريه. متجمعين عند النبي ان شاء الله. عمرك شفت كده سعادتك؟ في عيله من كتر الحب والترابط الأسري يطلعوا كلهم الساعة 12 بالليل على مباحث الأداب. يا عيشة ما ينفعش كده، مش قدام الأولاد. تعالي نطلع في أوضتنا فوق ونتكلم براحتنا. لا هنطلع ولا هننزل، وديني وأيماني ده آخر يوم في حياتنا مع بعض يا بهجت. بقى أنا على آخر الزمن أروح أجيبك من مباحث الأداب؟ مش الراجل الظابط قال لك أنا كنت رايح ليه؟ وأنا كنت رايح أهو بس. يعني إيه هو بس يا سعيد؟ شوف يا بهجت،
بما اننا بيت ديمقراطي وكل واحد في البيت ده بيعمل اللي هو عايزه وانت اللي حامل مشعل الديمقراطيه، انا اصريت ان الاستاذ عطيه يحضرنا لان انا ليا طلبات من نفسي، ولا انا مش من حقي استمتع بالديمقراطيه؟ ما هو انت داير طول الليل تستمتع بالديمقراطيه. طب يا عيشه احنا نطلع فوق دلوقتي في اوضتنا وانا هقولك على كل حاجه. احنا مش هنطلع اوضتنا لان هتطلق دلوقتي. ماما بس يا بنت انت محدش يدخل. استهدي بالله يا عيشه، دي الطلقه دي ايه؟ اي حد يسمعك بتقولي كده يقولي انت ظبطتيني مع واحده. انا ظبطتك مع شبكه مش مع واحده. يعني ايه شبكه يا سعيد؟ يا عيشه هانم انا مع بهجت بيه في كل اللي بيقوله. القرارات اللي احنا بناخدها واحنا في حاله عصبيه وتوتر بتبقى قرارات غير سليمه. اتفضلي سيادتك ونهار يعني. يلا 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 يلا. طيب تسمح لي استاذن يا بهجت بيه، ان شاء الله بكره هتهدى. معلش الموقف صعب ومش سهل عليها، اي ست مكانها تعمل اكتر من كده. شكرين يا استاذ عطيه، تعبناك معانا. لا انا بعتبر نفسي واحد من الاسره. تصبح خير. انتوا ايه اللي مصحيكوا لغايه دلوقتي؟ يلا كله يطلع ينام. بكره فاكيشن. بلا فاكيشن بلا ماكيشن، كله على وقتكم. عيشة افتحي، عيشة افتحي، بلاش الحركات دي، احنا كبرنا على كده. انت اللي كبرت وخرفت. طب مش عيب برضو تسيب الراجل الكبير واقف على الباب كده لوحده؟ امشي يا بهجت، روح نام مطرح ما كنت سهران، وابعد عني دلوقتي، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي دلوقتي. ما انا كمان مش هقدر اسيبك والعفاريت بتتنطط معاكي في الاوضه. انا ما بهزرش يا بهجت، بقول لك امشي امشي، مش طايق اسمع صوتك. انا مش فاهم انت عامله الهليله دي كلها ليه يا عيشه؟ انا اتمرمطني وراك في نصاص الليالي واجيبك من الاداب؟ طب اعمل اعتبار لبناتك ولا لاحفادك؟ اعمل لي اعتبار انا يا اخي، ولا انت خلاص ما بقتش في حاجه فارقه معاك في الدنيا؟ هو انا كنت رايح اهوبس؟ ايوه انت طول عمرك بتهوبس. انا عمري ما كنت بهوبس. بتهوبس بابا؟ انا بهوبس ولا اسمع لحد انه يقول عليا انا بهوبس؟ بتهوبس؟ انا عمري ما هوبس. لهوبس قال هي وصلت لهوبس؟ ما تتهدوا بقى في ليلتكم اللي مش عايزه تعدي دي، حرام عليكم. انا يا دوب عيني غفلت. يا بهجت بيه، يا عيشه هانم، حسبي الله ونعم الوكيل.